السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأكارم أينما كنتم، حياكم الله وحلقة جديدة وبرنامج بانوراما الذي يأتيكم على شاشة قناة سامراء الفضائية، فأهلا ومرحبا بكم. في خضم هذه الأوضاع المتسارعة في بغداد والمحافظات الجنوبية والوسطى أيضا، ربما هنالك اشتعال جديد للأزمة مرة أخرى. في ظل هذه الأزمة ربما تحتاج إلى تفسيرات، هذه التفسيرات قد تصيب في بعض الأحيان ولكنها في أغلب الأحيان قد لا تصيب، والأسباب مختلفة بسبب عدم إيجاد توافق وصيغة متوازنة من جميع الأطراف. هذا الأمر الذي كلف الكثير من أبناء هذه المحافظات بدفع دم من أجل تحقيق تلك المطالب التي طال انتظارها مدة 4 أشهر مضت، ولحد هذه اللحظة لم تستطع الحكومة والطبقة السياسية من إرضاء أولئك المتظاهرين، ولم تستطع أيضا من إيجاد صيغة لتوافقية فيما بينها للخروج بهذه الحلول المهمة. مشاهدينا رحبوا معي هنا في استوديو البرنامج السيد محمد نوري العبد ربه البرلماني السابق والسياسي المستقل، اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله. اهلا بك. وايضا من بغداد ينضم الينا عبر الاقمار الصناعيه السيد رحيم العبودي عضو الهيئه العامه لتيار الحكمه الوطنيه، اهلا بك سيد رحيم معنا في هذه الحلقه. يا مرحبا. أهلا. بداية خلي أبدي معك سيد محمد، يعني اليوم ازدادت خلال الفترة الأخيرة الحديث حول تشكيل الحكومة، حول اختيار مرشح للحكومة، اجتماعات مكثفة عقدها رئيس الجمهورية بعد عودة من دافوس. كل هذه الاجتماعات لحد هذه اللحظة لم يتبين منها شيء، يعني برأيك من، يعني دعنا نسأل بالبداية عن من، ما السبب الأساسي وراء هذا التأخير بهذا؟ معقولة عجزت الطبقة السياسية وكل الموجودين في هذه العملية السياسية على إيجاد شخصية تأخذ هذه الفترة بعد انتهاء المدة الدستورية قبل تقريبا أسبوع؟ شكرا لكم وتحية لك ولمشاهدي قناتكم الكرام ولضيفك الكريم أستاذ رحيم. يعني حقيقة إذا ما تابعنا الأحداث اللي جرت والجارية بالوقت الحاضر نحن أمام تفسير واحد، أنه لحد الآن الكتل السياسية لم تتفق على شخصية واحدة وتقدمها إلى السيد رئيس الجمهورية، وأقصد بالكتل السياسية هنا الكتل المؤثرة في الشأن السياسي العراقي. يعني عندما نتكلم عن البناء مو هو وحدة مثلا اللي يقدر يأثر، عندما نتكلم عن الإصلاح مو وحدة، عندما نتكلم عن الفتح مو واحد الفتح، عندما نتكلم عن سائرون مو واحد. ولذلك لحد الآن لم يحصل إجماع أو اتفاق في الأغلب من قبل الكتل السياسية فيما بينها لتقديم المرشح. كل المرشحين الذين سمعنا جميعا أن قدموا إلى سيد رئيس الجمهورية هم لم يحظوا بتوافق الكتل السياسية جميعا، ولذلك يتم رفضه. ما توافقت عليهم الكتل السياسية. رفض من قبل من؟ يعني من قبل رئيس قبل الكتل السياسية ورئيس الجمهورية. ليش فيما بينهم؟ فيما بينهم يعني احنا تتكلم عن بلد، مصالح، هناك مصالح يعني تجمع هذه الكتل السياسية. اليوم نتكلم عن اقتصاد، نتكلم عن علاقات دولية، نتكلم عن وضع أمني، أسلحة، فصائل مسلحة خارج القانون والدولة، السيطرة على ممتلكات الدولة وواردات الدولة. يعني ما حد يضيع هذا الموضوع من عنده. يعني اليوم عندما تتحدث للكتل السياسية بال2003 أو 2004 تتحدث لي بال 2020 فوارق كبيرة جدا. يعني اكو كتل سياسية ما كانت معروفة، اكو ناس ما كانت معروفة، اليوم تبوأت مناصب، اليوم صار عندها اقتصاد، اليوم صار عندها اموال خارج العراق، صار عندها بنوك، صار عندها. يعني تيجي انت اليوم تريد هاي بلحظة يعني تحاول انه تسحبها من عندها صعب. ولذلك انا اقول لحد الان الكتل السياسية ما اتفقت، يعني مع جل احترامات الاراء الاخرى الشارع لحد الان لم يؤخذ رأيه. يعني هاي كلها ما لك علاقة بها، أنا كوجهة نظري الشخصية كلها ما مؤثرة. ما اتفقت الكتل السياسية على واحد ورفض الشارع مثلا، يعني مسكن اكو تسريب للأسف ما لنا علاقة، أنت ارفض، أنت أصلا هو ما ماشي من الكتل السياسية بالأصل. هو ما ماشي، يعني اذكر الأسماء اللي قدمت مثلا، يعني هاي الأسماء الأخيرة اللي دائما تنعرض ما جبناها من أسعد ما تم التوافق عليه العيداني أبد، ما تم التوافق عليه
بين الكتل السياسية في الشارع؟ لا بين الكتل السياسية، أنا أتحدث بالنقطة الأساسية الأولى، أنا بعد ما انتقلت للشارع. يعني فيما إذا تم التوافق بين الكتل السياسية يمضي على طرح يمضي في ظل إذا رفض الشارع يمضي. المشكلة وين؟ المشكلة الكتل ما اتفقت لحد الآن، يعني إحنا لحد الآن يجوز ما إجينا على العلة الحقيقية. العلة الحقيقية مو يطلعوا لك الشارع يقول لك هذا مرفوض إذا بطلوا، لا العلة الحقيقية الكتل ما اتفقت، يعني ما طلع لك مثلا على سبيل المثال سائرون والفتح والحكمة والنصر والدولة القانون قال لك هذا مرشحنا، ما طلعوا هيك، خلي يطلعون هيك يقدمون مرشح ويمضي ويتم التصويت عليه ويشكل الحكومة. أنا مسؤول عن هذا الكلام، أنا شخصيا مسؤول عن هذا الكلام، لأنه ما أكو صح اعتبارات للشارع، بس هاي الكتل مو كلش ترى مهتمة بالشارع. احنا يجوز نتوقع اكو ناس اللي يجوز ما يعني يجوز ما قاري المشهد بصورة حقيقية، يقول لك قدموا سعد العيداني ورفض من الشارع، قدموا محمد الشاعر السوداني ما هو الشارع رفض. يا اخي الكتل السياسية فيما بينها، يعني مثلا مرشح يقدم تخابر كتلة سياسية مؤثرة بالشارع العراقي على رئيس الجمهورية تقول له هذا ما تمشي، وانا مرشحة مثلا انت تخابر تقول له ما تمشي، زين شو يسوي رئيس الجمهورية؟ ما يمشي. اذا متى ما اتفقت هذه الكتل الخمسة أو الستة أو الأربعة على تمرير مرشح سيمضي ذلك المرشح حتى خارج إرادة الشارع، وأنا مسؤول عن هذا الكلام. لكن العلة وين؟ العلة اللي حد الآن الكتل السياسية ما اتفقت، يعني الفتح يقدم واحد ترفضه سائرون، سائرون يقدم واحد ترفضه الفتح، دولة القانون تقدم يرفضه فلان، وهكذا الحلبة الحقيقية الصراع الحقيقي داخل حلبة الأحزاب السياسية، لم ننتقل إلى الشارع. إذا ما اتفقت الأحزاب السياسية وقدمت المرشح ذيك الساعة ممكن نقول عاد الشارع رفض أو ما رفض بصراحة. أما لحد الآن لا يوجد دور للشارع مع جل احتراماتي أنا، بس أنا أتحدث لك بالواقع اللي موجود. يعني لم يتخذ موقف رسمي من الشارع بسبب عدم وجود مرشح حقيقي ومعلن من قبل الكتل السياسية. الشارع باتجاه شيء والكتل السياسية باتجاه شيء آخر تماما، وما ممكن التوافق ولا يمكن أن تتوافق. طيب. خلي أذهب إلى ضيفي من بغداد. سيد رحيم، أنتم بتيار الحكمة، بالبداية تيار الحكمة كان إلى موقف مع الحكومة واتجه إلى صوب المعارضة، وهذا الموقف اللي احنا كنا نعرفه كان يعني محط اهتمام من قبل الشارع العراقي، وقال بأن تيار الحكمة له وجهة نظر مختلفة في هذه المرحلة وتماشى مع الشارع، وهذه تحسب لتيار الحكمة حقيقة. لكن في الحقيقة اليوم انتم بتيار الحكمة بعد ما بدأ الشارع يغلي، يعني وصلت إلى الشارع ملتهب، اليوم في تيار الحكمة بعدكم أنتم على موقفكم بمعارضة هذه الحكومة المستقيلة ومطالبكم التي تتوافق مع مطالب المتظاهرين بمكافحة الفساد وحكومة تكنوقراط وما شابه ذلك، أنتم بعدكم مع هذه المطالب مع المتظاهرين أو لكم مطالب أخرى تختلف تماما عن بقية ما تطرحه الكتل السياسية في هذه المرحلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، وتحية لك ولضيفك الكريم ولجمهوركم في قناة سامراء. في الحقيقة الحكمة ثابتة ثبات القوانين وثابتة ثبات السياسة الاستراتيجية لها، حيث أن الحكمة منذ أول يوم لانطلاق البرنامج الحكومي رأت أن هذا البرنامج هو فيه خلل كبير، وظهر ذلك جليا بعد ظهور التقرير الحكومي. لذلك كانت معارضتنا هي معارضة تقويمية ومعارضة انصبت على أن يكون الجهد الحكومي في مصلحة الشعب، ورأينا أن هنالك خلل كبير وواضح جدا مما أدى إلى خروج الشارع وانتفاضته، هذه انتفاضة تشرينية في سبيل تصحيح مسار العملية السياسية وإعادة بلورة عملية سياسية يكون مصدرها هو صاحب القرار الشعب العراقي، وتكون ترتكز إلى العوامل الديمقراطية اللي هي قانون مفوضية انتخابات ومفوضية انتخابات مستقلة ونزيهة، وكذلك قانون انتخابات كما حدث اليوم. الحكمة هي ثابتة بمناصرة المطالب والمعايير التي طرحت في ساحة التظاهر، وهي اليوم موقفها واضح وجلي من خطابات سماحة الحكيم ودوره الذي لعبه في تقريب وجهات النظر من أجل الخروج من هذا المأزق السياسي الذي بات واضحا فيه تخبط كبير وفيه
منقصة على الكتل السياسية التي تمسكت بمكاسبها السياسية ولم تقترب من الشارع العراقي ولا من مطالبه، وبدت بعيدة جدا عن رؤية المرجعية التي أكدت مرارا وتكرارا على أن يكون هنالك اختيار واضح وضمن السقف الدستوري، ولكننا اليوم نشاهد بأن السقف الدستوري مضى بعيدا، ونحن اليوم قاب قوسين أو أدنى من أن تمضي أكثر من شهر أو ونصف أو يعني ربما 40 إلى هكذا رقم ما بين الفترة الدستورية التي أعطاها وما بين خيار الكتل السياسية الضاغطة. اليوم الحكمة تضغط وبكل قواها باتجاه أن يكون هنالك مرشح يحمل معايير ساحات التظاهر ويرتكز إلى رؤية المرجعية ونصائحها التي حددت ملامحه بأن يكون شخصية غير جدلية وأن يكون نزيها وقادرا على قيادة المرحلة المقبلة، وهي مرحلة حساسة جدا من عمر العراق، واليوم الوضع بات على حافة هاوية إن لم يكن هنالك قرار سياسي واضح باتجاه هذا الاختيار، أو أن يذهب رئيس الجمهورية باتجاه تطبيق المادة الواحدة 81 من الدستور، لأنه الحاكم الأول والأخير ما بيننا وما بين الكتل السياسية. طيب لعد أنتم بتيار الحكمة اليوم يقولون بأنه عندكم رؤية مختلفة تماما بمسألة يعني اختيار هذه الشخصية، ربما هذه الكتل السياسية برأيك لا تلتزم بما تمليه الكتل السياسية الأخرى أو تطرحه الكتل السياسية، لأن تنظر إلى نفسها بأن هي من حصتها هذا المنصب ومن اختصاصها. طيب لعد إحنا إذا نبقى هالشكل برأيك اليوم الكتل السياسية لأنها لم تستطع التوافق فيما بينها، مثل ما تفضل ضيفي هنا السيد محمد العبد ربه قال بأن الكتل السياسية لم تتوافق فيما بينها لاختيار مرشح للحكومة، هل هذه النظرية هي الأساس بتأخير حسم هذا الملف، أم أن لرئيس الجمهورية وجهة نظر أخرى، أم أن للشارع المتظاهر هو وجهة أو هو أو هي الورقة الضاغطة اليوم للحصول على هذه الشخصية؟ ما هو السبب، ما هو العامل إن صح التعبير في سبب تأخر هذه أو حسم هذه المسألة وهذه القضية؟ يعني لو نجي نجزئ سؤالك، هناك مخاوف لدى الكتل السياسية التي تبوأت المشهد السياسي وأخذت على عاتقها تسمية المرشح السابق السيد عادل عبد المهدي و تمكينه بحكومة ولدت ميتة كما قالها السيد الحكيم، لأن المحاصصة لعبت دور كبير، وكذلك ضعف الأداء السياسي لمن كان في الموالاة. يعني نحن حينما كنا أخذنا جانب المعارضة شخصنا على الموالاة أنها ضعيفة في دعم الأداء الحكومي، ضعيفة في دعم رئيس الوزراء، وهذا مما أدى إلى انسحاب الأوضاع باتجاه أن يعملوا باتجاه التشويش على رئيس الوزراء وعدم إعطائه الفرصة لامتلاكه القرار باتخاذ وزرائه بشكل مطلق كما أعلننا عنه نحن وشركائنا في هذا الموقف. ولكن ما صرحت به هذه الكتل التي هي كتل الموالاة كان بعيدا جدا عن الواقع، حيث كبلت يدي رئيس الوزراء، وهذا كان منظور لنا جدا وواضح، حيث بدأ المشهد أنه كيف تستطيع أن تحصل على أكبر يعني حجم أو يعني حصة من الكعكة. هذا في الحقيقة يؤدي إلى ما أتت به النتائج اليوم، يعني هو عمل حكومي متعثر، قرارات ضعيفة جدا، عمل سياسي لا يرقى إلى مستوى متطلبات الشارع، وكذلك لا يرقى إلى أن نكون دولة مؤسساتية تستطيع أن تعمل وفق القانون ووفق الأطر الدستورية. دعني أذهب باتجاه لماذا لا يكون هنالك مرشح اليوم. اليوم هنالك عدد من المخاوف لدى هذه الكتل بأن يكون هذا المرشح
الذي إن انطبقت عليه المعايير أن يكون نزيها وأن يكون غير جدليا وأن يكون وفق معايير الساحة التي هي طالبت بأن يكون غير متحزب وغير ومستقل وأن لا يكون مشاركا في الحكومات السابقة وأن يكون غير حامل لأكثر من جنسية وأن يكون من داخل البلد وليس أتى على ظهر الدبابة كما يقولون. كل هذه الأمور جعلت من الوضع ضاغطا على الكتل السياسية وتخوف كبير لديها، لأنه أولا هذا سوف يكون من أولى خطواته أن يذهب باتجاه حل البرلمان، وحينما يحل البرلمان سوف لن تكون هناك جهة رقابية حتى تسيطر أو تكون ضابطة لحركات وقرارات هذه الشخصية. ثانيا أن هنالك مخاوف من استهداف لبعض الكتل السياسية، لأن تعرف الموقف السياسي شابه بعض الأخطاء وبعض التصرفات التي كانت خارج الضوابط، هذا ثانيا. ثالثا تعلمون جيدا أن الوقت حاكم لهذه المدة، هي حكومة انتقالية قد تمتد من 6 أشهر إلى سنة. خلال هذه الفترة سوف نرى الكثير من القرارات، وهي قرارات واجبة التنفيذ لأنها سوف تكون حكومة حتى وإن كانت مصغرة ولكنها بكامل الصلاحيات، أي بإمكانها أن تذهب بعيدا باتجاه الفاسدين وتذهب بعيدا باتجاه من لحق الأذى بالشعب العراقي وكان سببا في انتشار الدماء والأخطاء التي حصلت إبان التظاهرات التشرينية، أي منذ انطلاقها. كل هذه المخاوف تتجسد في هذه الشخصية. إذن كيف يمكن أن نأتي بشخصية تستطيع أن تمسك بزمام الأمور وأن يكون موقفها ثابتا من المتطلبات العملية القادمة وأن يكون قادرا على إرضاء هذه الكتل التي هي لها القدرة، يعني إن كان التصويت عليه داخل قبة البرلمان على عدم جعله يعني يمضي. فهنا هذه الإشكالية يعني كبيرة جدا، كيف يمكن أن نمضي بهذه العملية وفق هذه المزايدات ووفق هذه المعايير التي أصبحت صعبة جدا، ونرى يوم بعد يوم وبعد أن تمضي المدة الدستورية بهكذا سقف وبهكذا ضرب للدستور الذي هو أساس لجميع التحركات والقوانين التي يجب أن يمضي عليها السياسيون في أن يولدوا لنا عملية سياسية ناضجة قادرة على أن تمضي بهذا البلد إلى بر الأمان، وأن تجعل الجماهير والمتظاهرين أن يعودوا إلى منازلهم، لأن القرار أصبح بيد مسؤولة قادرة على أن تتبنى مصالحهم. طيب شكرا لك سيد رحيم، خلي أنتقل لك سيد محمد. يعني من خلال كلام السيد رحيم يقول بأنه إشكالية أساسية في منظومة هذه أو منظومة العملية السياسية بالكامل اليوم داخل البرلمان، الكتل السياسية لا يمكن أن تتوافق، أنه صعب عليها تتوافق، لأنه إحنا لازم نجيب لنا شخصية لأن تخشى على مصالحها وعلى مكاسبها، لأن هذه الشخصية يجب أن تكون موثوقة من قبل الكتل السياسية وفق ضمانات، يمكن قد تكون أنه يريد ضمانات، لأنه ما ممكن يقدم الكتل السياسية لأنه راح يفتح ملفات فساد، راح يحل البرلمان، وبالتالي أيضا هي الكتل السياسية اللي جابت هذه الشخصية ما راح تكون لها سلطة على هذه الشخصية لأنه تحللت من كل شيء. إيه هذا اللي ذكرت لك إياه في بداية الحديث، قلت لك أكو كتل سياسية خلاص يعني مسيطرة اليوم على الوضع، فصعب أنه تجيب لك شخص يجي يحاربها أو يجي يحاسبها. حتى وإن حل البرلمان؟ لا البرلمان ما ينحل، يعني خليها ببالك، انتخابات مبكرة ماكو. هذا الاثنين هاي شنو هاي إيه قراءة كيف لا عاد شوف اكو يعني اكو 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 شيء يقرا ما بين السطور. من يصادق على نتائج الانتخابات البرلمانيه؟ من يصادق عليها؟ المحكمه الاتحاديه. تمام. طيب اذا اكو نزاع اليوم بين مجلس القضاء والمحكمه الاتحاديه ودخل مجلس القضاء على خط السياسة وبدأ صارت مشكلة. مجلس القضاء يوجه كتب أنه المحكمة الاتحادية أي قرار من قراراتها لا يعتد به ولا يعتبر ملزما لكل المحاكم. ليش؟ لأنه أكو نقص، أحد الأعضاء نقص. إذن أنت اليوم أمام مشكلة كبيرة بجوز ما حد واعي لها أو متعمدة سياسيا. يعني تباشر صارت الانتخابات مبكرة، من راح يصادق لك على هاي النتائج؟ ما عندك محكمة صادق عليه، وبالدستور بالقانون المحكمة الاتحادية هي التي تصادق على نتائج الانتخابات. إذا نشوف الفكر السياسي إلى أين ذهب، فلا أحد يفكر بانتخابات مبكرة ولا أحد يفكر في دستور وقانون، لأنه الكتل السياسية تضرب الدستور في عرض الحائط متى ما شاءت ومتى ما رغبت.
كتلة الأكبر ماكو كتلة أكبر بالدستور، أكو كتلة أكبر مثلا مدة زمنية مدة زمنية. اليوم احنا عبرنا المدة الزمنية وعبرنا الشهر وعبرنا التكليف. فبأمانة ما يدور في العراق هو عبارة عن فوضى سياسية لا تلتزم بقانون ولا تلتزم بدستور ولا تلتزم بنظام نهائيا، وما يصدر عنهم حتى ما يصدر على الكتل السياسية لن تلتزم به الكتل السياسية. هي عبارة عن عملية سياسية مصلحية للأحزاب السياسية لا أكثر ولا أقل. كل الأطراف أغلبها أغلبها أم أغلبها من يتحكم في القرار. يعني اليوم شوف إذا أردنا أن نوجز العملية السياسية في العراق بيد كم شخص؟ هل بيد 38 أو 40 مليون شخص؟ طبعا لا، كل العملية السياسية اليوم تدور ما يقارب 10 إلى 12 شخصية فقط هي من تدير هذا البلد، وهذه ال 12 إذا أردت أن أصفيهم أيضا بعد راح تصل إلى 4 أو 5 أشخاص هم من يتحكمون في مصير هذا البلد. واضح يعني نقطة على السطر. إحنا ليش نروح إلى أبعد من ذلك ونتكلم عن الدستور ونتكلم عن القانون ونتكلم عن الأنظمة شوف اللي يريدون يخرجون خارج الدستور يخرج خارج الدستور يتوافقون عليه يمضي انتهى. يعني هسه تجي حكومة تصريف أعمال أو حكومة مستقيلة بأي قانون تتصرف هاي التصرفات مثلا مثلا إيش قد كثير من الأمور يعني مو من صلاحيتي على سبيل وكلاء وزراء مو من صلاحيتي أنا تعين مثلا مدراء عامين مو من صلاحيتي زين إيش قد سمعت أنت عن الاتفاقية العراقية الصينية أنا من خلال هاي قراءتك أتحدى أي واحد يطلع يطلع لي الاتفاقية يقول لي هاي الاتفاقية أتحداه. يعني قصدك اتحدى بنود بنود لا لا بنود باتفاقية عراقية صينية ايش قد الاعلام ومخبوص ويجي واحد يقول لك لازم اللي يجي يكمل الاتفاق مال السيد عادل عبد المهدي مع اتحدى يطلع لي الاتفاقية يقول لي يا اخي هاي البنود مال الاتفاقية رقم واحد يخص فلان شي رقم اثنين يخص هاي تم موقعين عليه. عمي احنا نعيش في فراغ فوضوي كله كلام كله كذب مع احترامات كذب. طلع لي يقول لي هاي الاتفاقية اللي وقعها السيد عادل عبد المهدي وانا احبك من قصتك. هني سألت في حلقة سابقة من برنامج بانوراما كان ضيفي السيد مظهر محمد صالح اللي هو معروف اقتصاديا خبير ومستشار اقتصادي الرجل كان هو من ضمنهم. سألت نفس السؤال قال احنا الاتفاقية هي مو اتفاقية ولكن اتفاق ما لك اتفاق قال هو اتفاق بين العراق والصين. أكو في عام 2015 اتفاقية العفو استاذ محمد اتفاقية تحتاج إلى بنود وتحتاج إلى توقيعات وتصويت. أنا رجل قانون أنا رجل أعرف وأنا كنت في لجنة العلاقات الخارجية وإحنا اللي صوتنا على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. هذه مو لعبة شعاب مثل ما يطلع لي واحد يقول لك راح يجيبون 38 ألف مدرسة و90 ألف مستشفى وما أدري. هذا مو كلام مال يعني مو كلام مال سياسيين عراقيين يريدوا يبنون بلد. هذا كلام تنافر تترضي الدولة الفلانية تترضي الحزب الفلاني تتكلم بهذا الكلام. طيب أنت ما عندك بناء دولة ما عندك بناء لمؤسسات الدولة ما موجود. يعني إذا عندك مؤسسة تنهدم يعني مع جل احتراماتي لكل الإخوان اللي مقتنعين مثلا تروح إلى قانون التقاعد على سبيل المثال احنا يجوز نطلع من الموضوع لكن أنا حتى أتكلم لك على بناء الدولة. جيتوا أنتم مثلا درستوا قانون التقاعد إيش راح يوفر خدمات للناس وإيش راح يضر بالناس بالعراقيين بشكل عام على مستوى التعليم على مستوى الصحة على مستوى الطب على مستوى الثقافة على مستوى الأداء كل هاي الأمور درسناها وقعدنا قضبنا ورقة وقلم وحسبناها حسابات رياضية وطلعنا بمحصلة أنه يا إخوان قانون التقاعد نزلوا إلى 60 من مصلحة البلد لأن بيها 1 2 3. أما أنت مجرد أنه والله أنا أطلع عدد 250 ألف وجيب 250 ألف وهذا انعكس على الميزانية أنت طلعت يعني. لا مو بس انعكس أنت طلعت 250 ألف قد تكون عندهم كفاءة بنسبة 50% مثلا ما نقول 100% أكو ناس عندهم كفاءة 100% وأكو 70 وأكو بس إحنا خلنا نأخذ المجمل المتوسط طلعت كفاءة بنسبة 50% جبت كفاءة بنسبة 0% راح تبدي من جديد تأهلهم. هذا من ناحية أخرى خلي هاي حكومتك حكومة السيد عادل عبد المهدي تقدم الميزانية إذا هم شاطرين ما يقدرون يقدمون ليش؟ لأن حكومة تصريف أعمال لا 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 خلي يقول مكملها خلي يأخذون من البرلمان ينطيهم يقول إحنا مكملين أسعى البرلمان خلي ينطيهم خلي نمون على البرلمان ونعتبر خلي ينطيهم يقولهم يا أبو جيبوها أتحداهم إذا يجيبوها. عمي عندك عجز بالستين تريليون هذا 48 هذا 48 اللي أعلن عنه اللي يعلن عنه ذاك اليوم اللي الإخوان المتظاهرين من قاموا يشدون الطرق بالبصرة قام يطلع لك واحد يقول لك إحنا اليوم نخسر 10 مليون دولار تعال احسبها ايش قد تعال احسب لي المنافذ مال المنافذ الحدوديه من تخسر انت 10 مليون ما اريد ال10 اريد ال4 مليون اريد ال5 مليون جناني بالموازنه اقراها
ما موجود. ما عندي واردات بس النفط تعتبر هاي واردات مال المنافذ الحدوديه. زين وين شالت من جاي بوقها لعد هاي؟ فشوف انا ليش حتى نرجع، احنا منظومه سياسيه شخصيه حزبيه فاشله في اداره الدوله. المشكله وين؟ المشكله مدى نعترف بانه هناك فشل. يعني هي هاي الطامه الكبرى. يعني اليوم مع جل احتراماتي انا ما انتقص من عندهم ولا بس هذا واقع الحال، هذا ديمقراطي. اليوم انتم فشلتوا في اداره الدوله، الحزب الفلاني والحزب الفلاني مثلا. اخي انطي مجال لغيرك، خلي يجي غيرك. هسه انت تحب العراق تقول انا احب العراق واحب بلدي، عافية عليك. اليوم انت ما نجحت، خلي فلان غيرك بكلك الله ينجح. لكن هذا التشبث وهذا التسمت بالتمسك بالسلطه بهذه الطريقه لا يعني الا بين قوسين، عباره عن نظام دكتاتوري. احنا انظمه دكتاتوريه بطريقه اخرى، بطريقه حديثه. والا طيب. انا من افشل ماشي، خلي انطي غيري، خلي يجي يجرب، خلي يقدم مرشحين، خلي بلكي ينجح، بلكي يقدم البلد. طيب خلي ننتقل للسيد رحيم. سيد رحيم، بعد انسحاب التيار الصدري من المتظاهرين او من التظاهرات في بغداد وساحات الاعتصام، وانت تعرف هسه اكيد راح تلقف السؤال قبل، بالله قل لي شنو اللي طلعت اشاعات على جنابكم من انه تيار الحكمه راد يركب الموجه، وطلعت التغريده لاحد المكتب السياسي، اعضاء المكتب السياسي، واللي بعدين صارت قالوا انه يعني اكثر من شخصيه بتيار الحكمه قالوا هذا راي شخصي، راح نسد الفراغ من هذا الموضوع. طيب الطرف الآخر الذي تحدث قالوا بأنه تيار الحكمة يريد أن يركب الموجة، أكو شيء من هذا الكلام؟ بحكم نرجع إلى سؤالنا الأول اللي يقول أنه تيار الحكمة هو تيار معارض وعنده مطالب تتوافق مع مطالب المتظاهرين. يعني اولا الحكمه ان كانت رغبتها في ركوب الموجه لفعلت كالاخرين، يعني هنالك نزول للشارع، هنالك نصب خيم، هنالك الكثير من التصرفات التي هم ابدوها ولم تبدها الحكمه. الحكمه اطلقت العنان لشباب الحكمه بان يساهموا في هذه التظاهرات، ونحن اول من أسس لعملية التظاهر، وكانت الأولى تظاهرتنا الأولى أمام مجلس الوزراء للمطالبة بالحقوق وللمطالبة بالخدمات وللمطالبة. وبعدها أتت مطالبة الأخوة حملة الشهادات وكنا داعمين لهم، وكان هنالك حراك، ورأيتم أن انطلاق الشرارة الأولى لتظاهرات تشرين هي سقوط هذه الشابة التي هي من حملة الشهادات، وهذا الامتهان للكرامة العراقية وخصوصا المرأة العراقية. وبدأ ما بدأ، وبدت الأمور بالتطور شيئا فشيئا، واليوم نرى هذا التصعيد من قبل المتظاهرين والتظاهرات بسبب أن من في الجهة الأخرى لا يسمع ولا يرى ولا يستطيع أن يفعل فعل سياسي يتناغم مع الخطاب السياسي الذي يطرحه الشارع، يتناغم مع المتطلبات المرحلة. هو لا يعي أن اليوم هنالك ثورة، تغيير كامل، هنالك تغيير حتى في المعادلة السياسية. يعني اليوم الحكمة غير الحكمة فيما كان من بداية انطلاق الحكومة وانتهاء العملية السياسية. اليوم البعض متمسك بعملية أننا نمتلك المستوى أو العدد من الأصوات أو الكراسي في البرلمان. يا أخي هذا البرلمان زائل لن يبقى، مع اعتزازي لضيفك وهو صاحب رؤية، ولكن العملية ستتم هكذا. الجمهور، الجماهير، المتظاهرين هم أصحاب الكأس المعلى، لن يستطيع أحد أن يقف ضد من هذه الرغبة. عملية التغيير واجبة أصبحت، وهي مدعومة دوليا، مدعومة أمميا، مدعومة سياسيا من داخل هذا البلد. نحن وشركائنا من دخل في جبهة المعارضة لا يعني لا نقوم بمماحكة سياسية ولا نقوم بعملية أو محاولة لركوب موجة. نحن من قاد التظاهرات في البداية، ونحن من قلنا بلسان صريح وفصيح أننا لن نركب الموجة، ونحن داعمون لهذه التظاهرات ومطالبها لأنها تظاهرات سلمية، لأن لديها مطالب حقة، وأكدت ذلك المرجعية، ونحن ندعي بأننا مرجعيون ونتبع توصيات المرجعية ومتخذون لهذا النهج واستراتيجية ما حيينا وما بقي الليل والنهار. فلذلك لا يزايد علينا أحد ويقول أن الحكمة تحاول أو إلى آخره. هذا
مصبه ومرده أنه ضعيف ولا يستطيع أن يفعل شيء، وهو متخبط في قرار سياسي، وهو أصلا لا يمتلك بوصلة حتى ينقذ موقفه وينقذ هذا الشعب. اليوم الشعب في حالة هيجان، في حالة غضب، في حالة مطالبة بالحقوق لأقصى ما يكون، يعني ترى الدماء تسيل، وهنالك إصرار من الشباب بصدور عارية تواجه هؤلاء الملثمين، تواجه الدولة التي أصبح قرارها الأمني مرتبك وأصلا مصادر أعتقد، لأنه من يقوم بهذه العملية اليوم لا نعرف هويته، نجهل هويته، نجهل من يقوم بعمليات الضرب للشخصيات التي تحمل سمة النشطاء السياسيين، تحمل سمة الجمعيات والمؤسسات التي تدعم هذا الحراك السياسي. طيب. السلمي يعني يا أخي هذا التصعيد لم يبدو لي منذ أول وهلة، هو مؤدلج وغير تابع لساحات التظاهر، هو مطعون بتصرفاته لأنه أتى إما من خلف الحدود أو أنه تقصد المندسين بشكل سياسي رحيم. هذه حقيقة سيد رحيم. ونحن في الحكمة ندعم التصرف السلمي، ندعم الحراك السلمي، ندعم كل ما من شأنه أن ينقذ هذا البلد والعملية السياسية ويضحي بها إلى بر الأمان، لكي تكون عملية ديمقراطية متوازنة فيها كفتين، كفة الموالاة وكفة المعارضة، لكي تكون عملية سياسية حقيقية قادرة على أن تخدم هذا البلد وتخدم أهدافه ومصالحه ومؤسساته. اليوم العمل غير مؤسساتي، والقانون والدستور مضروب عرض الحائط، لذلك على من له القدرة على اتخاذ القرار أن يميز ما بين الصالح والطالح وما بين التصرفات السياسية التي تلم الشمل وتدفع باتجاه الأهداف والمصالح العامة، لا باتجاه المصالح الشخصية والفئوية ولا الحزبية، لأنها باتت خلف أظهرنا. طيب. اليوم على الجميع أن يقف في ساتر واحد. طيب. والساتر العراقي، وأن يكون الصوت المعلى ويكون القرار للشعب العراقي ليس لغيره. طيب، يعني راح نشوف احنا جماعة التيار الحكمة راح ينزلون للساحة، يعني يساعدون المتظاهرين، يروحون وياهم ساحات الاعتصام داخل المخيمات داخل الخيام، لو تبقون انتم تعملون مثل ما تفضلت انه بالعمل السياسي، يعني راح نشوف اكو تواجد لتيار الحكمة على داخل الشارع العراقي. عن لسان الحكيم، لم يمنع يوما في أي اجتماع أو تجمع الحكيميون من أن ينزلوا إلى الشارع ويدلوا بصوتهم يعني كبقية الناس، ولكن بدون أي صفة. هو مواطن عراقي له الحق في التظاهر، وهذا كفله الدستور. اليوم أنت لم تستطيع أن تميز من هم في الساحة، الكل عراقيين. ابتعد عن الطائفية، ابتعد عن الحزبية، العراق هو أكبر وأسمى. اليوم المصلحة العليا هي من ضربت، أن السيادة العراقية هي من انتهكت. اليوم العراقيين مهددون في عقر دارهم، مهددون من قبل الدواعش، مهددون من قبل الأجندات الخارجية، مهددون من قبل من يمتلك القوة الضاربة في 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 المنطقة. يعني يجب أن يكون هنالك وعي، وما شاء الله يعني أغلب، يعني أكاد أجزم أن أغلب المتظاهرين من الشباب هم حاملين لهذا الوعي، ورأيناهم على شاشات التلفاز كيف يصرحون، وهم أنقى وأذكى من الكثير من المتحذقين السياسيين الذين يصرحون شيئا في النهار ويردون أن يمسحون تغريداتهم في الليل، وكذلك يقولون بما هو عكس رؤيتهم السابقة. هذا التخبط وهذا القرار الذي لا يمتلك بوصلة لا يعنينا بشيء، ونحن جادون ومصممون على أن ندعم هذه التظاهرات، وأن يكون هنالك انتخابات مبكرة، وأن تكون هنالك حكومة مؤقتة، وأن يكون هنالك مرشح قادر على أن يمضي بهذه العمل السياسية لبر الأمان، ونحن في خدمة شعبنا ما دمنا نمتلك هذا الصوت ونمتلك هذه الأنفاس. طيب، طبعا هاي مال يصرحون بالليل أو يكتبون على مثلا على الفيسبوك أو على مواقع التواصل الاجتماعي وبعدين تنحذف، هذه معروفة صارت قبل كم يوم، مو صحيح؟ اي لو لا بس قل لي هي هاي لبالي لو غيرها.
في الكثير يا أخي من المواقف، ليس يعني لا لا أشخص ولا أشخص، يعني الحقيقة واردة جدا. اليوم الكثير ممن حتى من ادعى أنه مرشح للمتظاهرين ومن ادعى نفسه بديلا عن ساحات التظاهر أصبح متخبط جدا، وواضح أنه يحمل أجندة معينة ويحمل خطاب سياسي بالضد من التطلعات عكس ما يرويه ويتكلم به. الحقيقة لا يعني لا يحجبها الغربال. طيب شكرا لك سيد رحيم، عندك تعليق على الكلام ولا لا؟ ما طيب يعني انت وجهة نظر الرجل. طيب اليوم يعني معروف انه الاختيار رئيس الوزراء هي شخصية، لازم يكون شخصية شيعية وفق الشراكة، خلينا المحاصصة الشراكة اللي يسموها جماعة، هم شراكة ما يقولون محاصصة لان قاموا يتحسسون من مسألة المحاصصة. لا اي هسه يعني، هسه ما تقول محاصصة سياسية، يقول مشاركة خطية. اي فيقال بأنه الموقف السني اليوم مثل واحد قاعد رجل على رجل وقاعد ينتظر شو وقت يخلصون الجماعة ويقولوا له هذا الشخص يجي يحسب هو هذا يخدمه لو ما يخدمه. طبعا هذه المصالح المعروفة الطريقين الأساسية المعروفة. يقال أيضا بأنه السنة لهم رغبتين، إما مكاسب يحصلوها بحكم أنه سيطروا على هدوء شارعهم، هذه الأولى. المطلب الثاني ربما يكون هناك اتجاه صوب الإقليم، شنو رأيك بهذا؟ لا نحا هن كثرا حتى واحدة لا هن اثنين لا يروحن عن بالي حتى استذكرها. لا طيب. مو اثنين لا أولا ما لا في رجل على رجل وقاعدين، يعني هذا مو منطق، هو منطق عمل سياسي. اسمح لي ماشي حتى أعطيك وجهة النظر. أنت مو مؤثر في هذا القرار ولذلك تبعد، مو تخلي رجل على رجل لأن ما حد يقول لك شو تقول، فأنت علاش حاشر نفسك؟ لا تقعد أحسن لك، احترم نفسك أحسن. يعني أنت المقابلك ما يقول لك شو تقول ولا يستشيرك، هي راح يتخذ قرار. يعني أنا عندي واحد من 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 جدودنا قال له شو تقول على فلان شغلة، اللي احنا قعدنا وسولفنا، قال الشور اللي ما أحضر أول وما أحضر تاليه. فأنت بالأصل أنت ما حد قايل لك شو تقول، زين علاش يتهمونك لا في رجل على رجل؟ عد ما تقول لي تعال اقعد وراح نختار هذا وش تقول، ممكن تشوفني اتخلى هذيك الساعه ممكن انت تتهمني بهذا. بس ما متخليني السنه؟ لا ما متخلي لي، ما حد يعني يقول ما حد. لا استاذ محمد عفو خليني افهم، ما حد يستشيرهم برئاسه الوزراء؟ هم مقتنعين بان اي مو هم لا لا ما حد يستشير. لا ما حد يستشيرهم. ولذلك انت سمعت في يوم من الايام انه السنه عرضوا على رئيس وزراء او الكرد عرضوا على رئيس، هذه الاسماء اللي تطرح يعني بقرار حقيقي مو باعلامي. يعني انا اقول لك هو من بده يقعد، تقعد مثلا فتح ترشح او سائرون ترشح او بياناتهم يرشحون. اذا انا اصلا بالاصل انا مو صاحب قرار، مجرد ان يتفقون يقولون يابا هذا مرشحنا، يجون السنه يدعمونه، يقول لك خلاص ندعمه. هذا مكاسب بدون شيء، لا يصير اتفاقات عاد. يعني خلاص انت حصتك مبينه، المحاصصه اللي قلت عليها انت الشراكة أيه. يعني أقول لك المحاصصة اللي قلت عليها هي صح، محاصصة المحاصصة اللي قلت بينما لا تكذبني أنت لك ست وزارات خلاص، الكرد اللي هم ثلاث وزارات خلاص، الباقي للشيعة. هذا 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 واقع حال موجود، إحنا من يعني مو جن نطلع في شيء جديد يعني. صحيح. هذا من باب الآخر. شوف عندما أرجع لكلامك تقول بي الشراكة، أنا الشراكة بشنو؟ بالشغلة اللي أنت مزاجك تختارها تعتبرها شراكة، واللي ما تختارها مزاجك ما تعتبرها شراكة. يعني اي إيه منطقة امثلة. طيب يعني قرار اخراج القوات الاجنبية مثلا، من يقول انا مو اريد انا هم اطلع القوات الاجنبية؟ من يقول لك انت على اساس راح ما حضروا السنة؟ هسه شنو حضر انت بكيفك انت؟ مو انا ما مو انا ما صوتوا، مو انا ما احضر اولا. أي. ابحث الاسباب ليش ما احضر، ليش يعني ولا يطلع لي واحد من النواب قلت له ليش ما رحت؟ قال انا مريض. لا مو صحيح. لا انا اقول لك انا احكي لك اياه، انت من تشوف القرار انه تريد تتخذه وتحدد موعد لاتخاذ القرار وتقول الما يجي خائن والما يجي عميل والما يجي راح ندلي على بيته ونخلي الناس تهجم على بيته ونخلي انت شو عناد يعني؟ عناد وتهددني. يعني انت متخذ قرار ومحدد وقت ومحدد موعد والما يجي هيك وهيك وهيك، شلون تريدني انا؟ شنو الشراكه اللي موجود؟ انت جيت قعدت قلت لي يا اخي يا ابو استاذ محمد يا أبو اخوان تعالوا خلنا نقعد، هذا مصير بلد مو هذا مصير بلد، واحنا صار تجاوز على السياده العراقيه والامريكان كذا، واجي اتفق معك اقول لك خلنا نقعد ونقرا شنو مصالحنا وشنو هي مضارنا.
ونتفق في رؤية حقيقية لمصلحة بلد. أما مو حتى أرضي فلان وأرضي الجارة الفلانية وأرضي الدولة الفلانية، أنا إذا أشتغل لمصلحة بلد. تجاوزت أمريكا، نعم وبعين صوتي أنا أقول تجاوزت على السيادة العراقية، بالمقابل تجاوزت إيران على السيادة العراقية. ما بيها شيء من أكون فعلا حريص على بلدي، ومن أكون فعلا أريد أبني دولة. أما والله أنا أغمض هاي العين وفتح هاي العين، هذا مو منطق. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الأمور رسمت منذ 2003 أو منذ 2005 أو 6 بدأت تشكيل الحكومات، ولحد الآن رسمت على 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 الشكل التالي: رئاسة الوزراء إلى أخوة الشيعة يقدمونها، ورئاسة البرلمان إلى أخوة السنة يقدمونها، ورئاسة الجمهورية إلى أخوة الكرد يقدمونها. خلاص، أنت سمعت واحد صار سني رئيس جمهورية أو كردي صار رئيس وزراء؟ لا، خلاص اتقاسمت. فيقول لك أخي أنتم بيناتكم اتفقوا وقدموا مرشحكم، ما عندنا مشكلة. لكن من هو الأكثر تمسكا في هذا الموضوع؟ هم إخوان الشيعة. ليش؟ لأنه برلمان مثلا، بالبرلمان قدم أكثر من واحد ترشيح لرئاسة البرلمان، تمام؟ 5 6 4 ما أعرف. رئاسة الجمهورية قدم أكثر من واحد، رئاسة الوزراء بس واحد. دائما في كل المراحل ارجع عليها يقدم واحد، شخص واحد فقط. إذن انت من ترجع من مع احتراماتي من ذاهب الى المحاصصه القويه الشي اسمه هي الاحزاب الاخوه الشيعة، مو كلها انا اقول بس اغلبيتها، ولذلك يذهبون بهذا الاتجاه. ما يذهبون باتجاه مثلا عمل ديمقراطي بالضبط اكثر من مرشح. ما نقدر نسميه انه بالعكس اتفقوا الناس وجابوا مرشح، هذا قال خلينا ما عندنا مشكله، هذا مرشحنا احسن ما تجيبون اثنين ثلاثه وتعالوا اختاروا وتحرجوني. لا تجي تتهمني تقول لي لا يفرج على الرجل على خلك بالعافيه عليك، انا مو ضدك. لا تتهمني تقول لي هذا الاتهام، تقول لي انت لا على الرجل على الرجل. لا انا مو لا الرجل على الرجل، بس لانه انت اصلا ما مشاركني بالقرار، فمضطر شو اسوي يعني؟ اذا اجي احشك نفسي ما لي مكان، ليش ابتعد عنه؟ هي راح تقول لي هذا قرار لي وهذا تابع لي وحصتنا واحنا بكيفنا يعني. يعني ذاك اليوم انا احد الاخوان في مقابله ايضا يحكي لي يقول لي احنا اغلبيه ديمقراطيه، اصلا احنا متفضلين ان ننطي رئاسه البرلمان ورئاسه الجمهوريه. طيب، من اكو هيش عقل يتعامل معاك في بلد ديمقراطي يتحدث عن الديمقراطيه ويتحدث عن الشراكه؟ شنو معنى الشراكه بهذا المنطق؟ شنو معنى الديمقراطيه بهذا المنطق؟ اروح عاد السؤال الاخر اللي يمكن هو فيما يخص الاقليم. الاقليم، شوف، اولا اول شيء اريد اجيبها بالتسلسل، اكثر الناس اللي تمسكوا بالاقليم هي الاحزاب الشيعيه في كتابه الدستور، واكثر الاحزاب او المشاركين في العمليه السياسيه او في كتابه الدستور هم السنه، كانوا معارضين للاقليم بالفعل. هاي بال2005 ما تحتاج لها لا شواهد ولا انا عندي اخوي الله يرحمه احد اعضاء لجنه كتابه الدستور وعندي الاوليات كلها. هذا واحد. اثنين، الاقليم دستوري يعني مو خارج عن القانون. صحيح. ثلاثه، الإقليم مو معناه التقسيم، يعني خلي يكون عندنا واضح. لكن اليوم أنا دا أشوفك فاشل في إدارة دولة وتريدني أنا أستمر بالفشل معك، يا أخي أنا أريد أنجح، بس أنا عندي رؤية أريد أنجح بيها، أنت مفشل نفسك ومفشلني معك. أنا ما أريد أفشل، أنا عندي رؤية في إدارة الاقتصاد، في الإدارة، في محاسبة الفاسدين، في الصحة، في التعليم، عندي رؤية أريد أنا أمشيها عندي في منطقتي، في محافظاتي. هسا أنت لا مشي نفسك بمحافظاتك وناجحة، تروح للمحافظات الجنوبية. ليش المحافظات الجنوبية كارثة طامة؟ وليش طلعت تظاهرات الناس؟ طامة كبرى. زين، هاي المبالغ والفلوس، زين، فأني أنت لم خليني، لا أنت ناجح ومنجحني معك وإذا أصفق لك أقول لك عافية إدارة الدولة وجيد وأني معك، ولا أنت منطيني المجال أنه أنجح. فأخي عزيزي، أنا أريد أنجح، أنت لا تقول لي أنطيني النظام لا مركزي. يعني اليوم أنا أريد أسوي ناحية في محافظة من محافظاتي، لازم أرجع لبغداد، تمام؟ صح، ما يصير. مشروع بسيط يعني، ما أريد أتكلم على أمور أخرى، بس مثلا هذا مدير عام هسه أريد أسوي أنا في محافظتي، ألا ترجع لبغداد الوزارة هي تعين مدراء عامين أخي أنا أريد أرجع أنطين أخذ نظام لا مركزي أوسع، والفلوس أنا أتصرف بيها في محافظتي، وانا حاسب الفاسدين اللي عندي. انت ما تقبل في حاسب فاسدين، انت نقول لك يابا هذا فاسد، تروح تجيبه يمك وتقعده وتقول ايش حد اللي يحكي وياه، يابا هذا باد، تروح تجيبه يمك وتقول هذا حصتي وديروا بالكم احد يجي بيه، يابا هذا ملفات، تحال المحاكم وتروح تضغط على المحاكم وتطلع من المحاكم. زين، شلون تريد انا شلون تريد ابني بلد معك؟ انت ما عندك رؤيه لبناء البلد، انت عندك رؤيه لمن مع جل احتراماتي اللي ينبطح لك تقول عليه خوش آدم وزين ويفيدك، واللي ما يقبل يريد يبني يقبلك تقول لا هذا بحثي، هذه أفكار صدامية، هذه أفكار قومية. يا عزيزي، بناء البلد شيء والمصالح شيء آخر،
احنا كل الدول هسه في كل دول العالم، اي دوله تروح لها كان بها حرب اهليه، اغلب الدول كان بها اقتصاد كاسد ما عندهم، كان بها سياسه فاشله، لكن استفادت. استفادت من الناحيه الاقتصاديه، استفادت مثلا من الناحيه السياسيه. احنا يوم عن يوم نرجع لي ورا، يعني اذا عندك مثلا بقت مؤسسه دا تفشل. يعني يجوز قبل سنه مثلا فلان دائره من دوائر الدوله جيده نوعا ما، هسه انت تروح عليها تلقي الاداء مالها اضعف. ليش؟ لان يعني ماكو حساب، ولا ننسى تراكمية المشاكل عندنا في البلاد ما بيها حل، لان يعني ما عندك رؤية. يعني هو صحيح. هو اكو اليوم احنا شوف أسد نحكي، احنا كنا موضوعنا سياسي مو تمام. هذا البلد ما يحتاج سياسي. كل بلدك هذا هسه المشكلة اللي بيه ما تحتاج الى انسان سياسي، تحتاج الى انسان اداري يجي يدير الدولة. هاي دولتك اللي نشوفها احنا كلها، رجل اداري يجي يدير الدولة، كيف يتصرف مع الوزارة الفلانية، وكيف يتصرف مع الوزارة الفلانية، وكيف يتصرف في مجلس الوزراء، وشنو هي الصلاحيات اللي ينطيها، وشلون يحاسب، وشلون يتابع. اذا انت في مرحلة الادارة سياسيين الحمد لله ما شاء الله، اي هو تقعد مسمينه سياسي يعني بس قاعد لك شو اسمه، قاعد بالكافيتيريا، قاعد بمطعم، قاعد ببيت، قاعد يشيلك بس. فانت في هذه المرحلة تحتاج الى انسان اداري قوي، يعرف يجيب مدير عام هنا، يعرف يجيب وكيل هنا، يعرف يجيب وزير هنا، يعرف يحاسب هذا، يعرف. اما سياسيا ما نحتاج. طيب. سياسيا عندنا كثر الحمد لله. جيد، شكرا لك. خلي اذهب الى السيد رحيم، يعني رجل عنده موعد ايضا. سيد رحيم، ربما لتيار الحكمة ايضا وجهة نظر بالشخصية التي يجب ان تقلد للمرحلة المقبلة او المرحلة المؤقتة، رئاسة الحكومة المؤقتة. تقولون انه يجب ان يكون له توازن في العلاقة بين امريكا وبين ايران. شلون احنا نقدر نجيب توازن، نخليه واحنا اليوم عندنا رأي لإيران محترم عند الكتل السياسية كبيرة، وايضا رأي امريكي محترم عند كتل اخرى. كيف يمكن نوازن من شخصية واحدة لرئيس حكومة مقبلة؟ ما معنى التوازن من وجهة نظركم انتم في تيار الحكم؟ نعم، اولا التوازن هو ان تقف على مساحه واحده، مسافه واحده ما بين الطرفين، هذه نقطه اولى. النقطه الثانيه ان تحافظ على المصالح ما بين الكفتين. العمليه كلها مصالح، مصالح الولايات المتحده تبحث عن مصالح، والجمهوريه الاسلاميه تبحث عن مصالح. حينما يكون هناك توازن في هذه المصالح مع المحافظة على مصالح العراق وسيادته وكرامة شعبه ومقدراته، سوف ينجح هذه الشخص، سوف تنجح هذه الشخصية في أن تجعل، أن تمسك العصا من المنتصف وتتوازن القوى من تلقائيا. يعني لما تشوف ماكو انحياز لا لليمين ولا لليسار، هي من كيف تتوازن. هذه نقطة. النقطة الأخرى أنه على من يأتي إلى سدة الحكم ليس في الحكومة المؤقتة بالمناسبة، يعني هذا يعني خلي يعلمون السياسيين أنفسهم، هذه الفترة المؤقتة هو شأن داخلي ستمضي وفق معايير المرجعية وساعات التظاهر ومتطلبات المرحلة وما يذهب إليه المتظاهرون. يعني جماهير شو تريد بالضبط هو راح يروح، يعني ماكو واحد يزايد عليها. الآن من ذلك أن هذه الشخصية حينما يتوافق عليه الجميع مع اختلاف الآليات، طبعا إذا هم مصرين على أنه كل من يتمسك بتطلعاته ومكاسبه الحزبية ما راح يصير عندنا مخرج غير واحد، يعني عفوا ثلاث آليات ممكن أن تكون هنالك. أما أنه نطرح عدد من المرشحين في بودقة واحدة ونصدرهم للبرلمان ويصوت عليهم وهو يختار، يرشح لنا شخصية واحدة نعم، أو نجعل بما أنه هو من حصة الشيعة فقط، الشيعة هم من حتى معهم طائفيا يعني هم اللي يصوتون عليه، وهذا آخر. وكذلك الخيار الآخر أن يكون هو رئيس الجمهورية من يتبنى الموضوع حتى نخرج من هذه الحالة المربكة. يعني أنتوا دفعوا الأسماء، كل من يرى شخصية قادرة على قيادة هذه المرحلة ليدفع بالأسماء، وسيكون إما عن كل البرلمانيين لأنهم يمثلون الشعب العراقي بأجمعه وهو يجب أن يكون توافقي في المرحلة النهائية، وكذلك ممكن أن يكون باتجاه الشيعة كونهم يحملون هذا المسمى لرئيس الوزراء لأنه من حصتهم، أو أن يكون إذا ما استطاعوا أن يمضون بهاتين الآليتين ممكن رئيس الجمهورية هو من يقطع نزاع القوم. كل هذه إذا ما كان هنالك قرار سياسي واعي لهذه المرحلة ومتطلباتها
ما نقدر لا نوازن قوى خارجية ولا نقدر نحافظ على هذا البلد ولا نقدر ننأب نفسنا عن الحرب القادمة التي ستظهر بين فئة وأخرى، ولا نقدر نحافظ على مواطنينا ودمائهم ونحقن دمائهم، ولا نقدر نسيطر على المندس لأن هذا المندس عنده قدرة خارقة أن يخترق الصفوف، وكذلك لا نستطيع أن نحافظ على أموال هذا البلد التي بدت شيئا فشيئا تتبخر بقدرة قادر. إذن الموضوع خطر جدا، وعلى الساسة وأصحاب القرار أن يتحمل المسؤولية ويكونوا بقدر المسؤولية، لأن هذه الدماء وهذه الأنفس هي في أعناقهم، ولن يستطيع أحد أن ينكر أمام الباري عز وجل أي تصرف قام به في هذه الأيام وأي حالة أمر بها أمام هذه التحديات. أنا طبعا مضطر أنه أشكرك سيد رحيم العبودي عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطني، شكرا جزيلا لحضورك معنا، يعني لولا ما عندك موعد كان بقينا لنهاية الحلقة، شكرا جزيلا لحضورك معنا وأتمنى لك إن شاء الله الموفقية. تحياتي لك سيد رحيم، شكرا. أنتقل إليك سيد محمد، يعني حقيقة كلام سيد رحيم يقول بأنه هذه نحتاج إلى شخصية تكون متوازنة بالعلاقة، ويمكن انه شويه احنا راح نشوف اكو صعوبه في تحقيق هذا التوازن. اليوم بعد ما دخلت السعوديه ايضا بقرار قبل يوم يومين قالت نحن لسنا مع خروج القوات الامريكيه من المنطقه، وقالوا جماعه بانه يعني اكو مني راح تخرج القوات الامريكيه بس من العراق. طيب هل تعتقد بان المشهد اليوم على مستوى العلاقات العراقيه الخارجيه، وانتم كسنه يعني خلينا نقول تنظرون بان ايران وامريكا والسعوديه دخلت على الخط راح تتوسع تكبر العقدة ولا أكو لها فراج الاختصار يعني؟ لا هو هي تتبع الحكومة ورئاسة الوزراء والسياسة الخارجية للدولة. يعني شوف في وقت العبادي كان العلاقة مع السعودية في تشنج جدا قوي لكن تحسنت مع تركيا، كانت أيضا كانت متشنجة جدا تحسنت يعني. في زمن العبادي طبعا ومع تركيا نفس الشيء، وتركيا في بعض الأحيان وصلت إلى حد التهديدات يعني ودخول بعض القطاعات وما إلى ذلك من، لكن تحسنت. تتبع إدارة الدولة، إدارة الحكومة، من يقف على رأس الحكومة. يعني عندما فرضت العقوبات على إيران العبادي قال أنا أنظر إلى مصلحة الشعبي تمام، وين تكون مصلحة مع العراق؟ على سبيل المثال السيد عادل عبد المهدي قال لا أنا ما ملزم، انتقد العبادي بس انتقد واحد أنا أحكي أنت أنا بدي أحكي لك على بناء دولة ما طيب. لي علاقة يعني ما قلت لك أنا دريد رضي إيران أو رضي السعودية شيء وبناء الدولة شيء آخر. جيد أنا عندما أدور مصلحة بلدي يختلف. السيد عادل عبد المهدي العقوبات قال أنا ما ألتزم بها مثلا طبعا هذا يعني وضوح أنه مع الجانب الإيراني. بهذه الطريقة ما تدار الدولة. أنت اليوم الأمريكان قوة عظمى شئنا أم أبينا، يعني أنت مثلا كحكومة عراقية شنو مفكرين نحط راسنا براس الامريكان؟ طيب حط راسك، خلنا نحط راسنا براس الامريكان، ايش راح نكسب وايش راح نخسر احسبها. انت جو ما مسيطر عليه، اسلحه متقدمه ما عندك مثلا، واذا اريد نحط راسنا براس ايران شنو نحصل؟ احنا نقول اكو 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 شيء اسمه العلاقات الدوليه، منظومه علم كامل، علم العلاقات الدوليه موجوده في القانون الدولي. ننطي مثلا قطر على سبيل المثال، قطر لها علاقة ممتازة مع أمريكا وقواعد أمريكية في قطر، والطائرات تطير من قطر وتضرب العراق، وعندها علاقة ممتازة مع إيران. طيب شنو قطر أحسن من عندنا؟ متوازنة أحسن من عندنا ما لكن إيش عندنا؟ إحنا عندنا الروح زايد، يعني هاي مشكلتنا، إحنا الروح زايد مع حقيقة مع جارة إيران. يمكن لأنه العراقيين شوية طبيعتهم انفعاليين لا يعني الطبيعة. يعني ينفعل بالحدث انه اليوم انقتل شخصية مهمة وبعدين ما عندي مشكلة اني انتقد عملية القتل وانتقد الكذا ممكن بس انا ما اروح ادمر بلدي. هاي ايران اللي قاسم سليماني يعتبر من الخط الاول ايش سوت؟ طيب ضربت لها كم صاروخ بمناطق بمعسكرات عراقية يعني قالت انه احنا قدرنا نضرب. اذا ومع العلم تقدر تدمر بارجات وتقدر تدمر بواخر وعندها صواريخ اختصار بس ما سوت. ليش؟ لان ما تريد تدمر بلدها، لان ما عندها نيه الحرب. احنا ليش نروح نحط نفسنا نحارب سواء عن ايران او عن امريكا؟ تحتاج الى عقليه طبيعيه جدا هادئه. لا هو ايراني ولا هو امريكي، هو عراقي يفكر بنفس العراقيين. يجون الامريكان يدخلون العراق اخذ منهم رسوم على سبيل المثال فيزا،
يجون الايرانيين يدخلوا العراق اخذ منهم فيزا، الماده اللي تجيني من امريكا اخذ عليها جمرك، الماده اللي تجيني من ايران اخذ عليها جمرك وخلصوا الانتعاش. عاد طبيعي جدا يعني. صحيح. شكرا جزيلا سيد محمد نوري العبد ربه البرلماني السابق والسياسي المستقل، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. طبعا يعني كنت ضيف عزيز علينا حقيقه، وايضا الشكر موصول لضيفي من بغداد السيد رحيم العبودي عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة الذي غادرنا لارتباطات أخرى. شكرا جزيلا أيضا لكم مشاهدينا لحسن المتابعة، نلتقيكم في حلقة مقبلة، تقبلوا تحياتي وكادر العمل، شكرا لكم مرة أخرى وفي أمان الله.